بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتعلم في هذا التدريب إخفاء وإنزال القلم وتغيير اللون. أول شيء نكتب جو 90، لا 180 عشان يصير الخط طويل. انتر. بعدين نسوي تيرن اللي هي الإدارة 90. بعدين احنا نسوي خطين متوازيين، فلازم نمثل بينهم رابط. فنرفع القلم، نكتب بين اندرسكور اب، نحط قوسين. الحين نكتب جو 90، نسوي الإدارة، الحين نبغى يكتب فنسوي البين داون. اندرسكور انتر. فنسوي جو 180 عشان يصير خط موازي له، 180. ففي هالتدريب تعلمنا ان نسوي خطين متوازيين بخاصية اخفاء وانزال القلم. فالحين نسوي ريسيت، عشان نبدي في التدريب الثاني. التدريب الثاني نسوي مربع بأكواد اللي كلنا نعرفها، ونخفي السلحفاة ونظهرها. ف جو 90، أول شي نسوي انتر 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 عشان لا نتلخبط بين الأكواد. جو 90 تير. تير تسعين جو 90. طيب الحين نباها نخلي بس رسامة السلحفاة موجود بدون جسم السلحفاة. فنكتب ان فيزيبل في الحين لو نلاحظ ان السلحفاة تكتب، نسوي جو هي تكتب بس بدون اظهار الجسم حقها. فخلاص نظهرها الحين، نكتب visible الحين خلصنا من هذا التدريب رسيت. نبدي في تدريب تغيير اللون. احنا بنكتب مربع نفس الاكواد اللي كانت قبل بس بتغيير لون كل ضلع. فنكتب color بلو. طبعا ما حطينا الكود
قوسين تنصيص. بلو طبعا صار عندنا غلط. color blue. انتر. الحين صار هو لون القلم ازرق، يعني لو نكتب يطلع بالازرق. فنكتب جو 90. الحين لو لاحظنا اللون تغير للازرق، فنسوي المربع كامل بهالشكلية. الحين نغير لونه عشان يصير الضلع غير. نكتب color red. انتر. فنكتب go 90. تير color white. go 90. لو نلاحظ ان كتبنا السبلنج حق اللون غلط، فكتب لنا بالاسود. بس ثواني. يلو ما حطيت اللي هو اقواس التنصيص، فنلاحظ ان الاخطاء متكررة عندي. وهذا اللي كان عندنا اليوم. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى أنكم تعلمتوا من هذا التدريب أشياء كثيرة.